علم لسانك يصغي فالعراق هنا تبا لكل لسان لم يكن أذنا. هنا العراق ولولا ماء دجلته ما كان صلصال هذا العالم عجلا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بهذه الحلقة عن فتوى الجهاد الكفاح. أحسنت وطيب الله أنفاسك يا علي بهذه الكلمات الجميلة جدا. عندما يقول الشاعر: قوم إذا نودوا لدفع ملمتنا والخيل بين مدعسنا ومكردسنا لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتحافتون على ذهاب الأنفس نصروا الحسين فيها لهم من فتية عافوا الحياة وألبسوا من سندسنا. حياكم الله بحلقة مميزة جدا وبضيوف رسموا فعلا النصر بأقلام ذهبية وسطروا حروف التاريخ بشجاعة ما من الممكن أن نلمسها. ترتجف القلوب عندما نذكر فتوى المرجعية الدينية العليا. فتوى المرجعية والجهاد الكفائي التي أنقذت العراق والعراقيين ودفعت الشر. وهذه الفتوى هي تاريخية لكل العراقيين. سنتحدث من خلال حلقتنا لهذا اليوم عن هذه الفتوى ومن لبى هذه الفتوى، لكن بعد هذا الفاصل. قائد قال همتكم يا لولا موصل بيتنا وداعش سبوها وحط عين العراق وعين بغداد زلمنا سباع والعرق اشتروها زلمنا سباع والعرق اشتروها. السيد قال امتكم يا الابطال الموصل بيتنا وداعش سبوها وحط عين العراق وعين بغداد زلمنا سباع والعرق اشتروها زلمنا سباع والعرق اشتروها. تركنا بيوتنا الموصل تنادي مصير دروع لعيون الرمادي تركنا بيوتنا الموصل تنادي مصير دروع لعيون الرمادي. احنا الغيرة تفصال لنا حياكم الله مرة أخرى أحبتي مشاهدينا مشاهدي الفرات والفرات داركم. اليوم نتحدث عن يوم تاريخي ورسالة وصلت إلى العالم أجمع من بيت صغير من بيت إيجار كما أيضا نعرف والعالم أيضا يعرف. هذه الرسالة وهذا الجهاد الكفائي هزت عروش العالم أجمع وهزت عروش الظالمين من قالوا أن العراق لم ولن ينتصر إلا بعد سنوات. لكن بعد زف هذه البشرة بوجود الجهاد الكفائي بالتحديد كان النصر حليفا للعراقيين. المرجعية الدينية عبر التاريخ واقفة وقفة مشرفة في كل المجالات. عندما يضيق الحال بالعراقيين هي الحل الوحيد لدى الشعب. شاهدنا هذا على مر التاريخ من خلال الفتوى المرجعية، والآن تتجدد الفتوى، فتوى الجهاد الكفائي بواسطة السيد علي السيستاني دام ظله. هذه الفتوى ونتعلم من المرجعية شيء جدا مهم من الناحية الاجتماعية، هي تتكلم قليلا وتفعل الكثير. فعلا متعودين على البعض يتكلمون في مواقع التواصل، وأيضا داعش الإرهابي عندما جاء بمكينة إعلامية كبيرة جدا، ولكن بعد صمت طال انتظاره وتحسب لم يكن في البال. جاءت فتوى الجهاد الكفائي والمؤمنون لبوها، وانطلقت هذه الفتوى من أفضل مكان على وجه الأرض ألا وهو النجف. الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. فعلا هذه الفتوى هي مشرفة لكل العراقيين، وأخلاقيات المقاتلين تجسدت فيها، ونتحدث اليوم عن هذه الفتوى وأبعادها ومن لبى هذه الفتوى. من قال لماذا فتوى الجهاد جاءت بفتوى الجهاد كفائي؟
لأن المرجعية الدينية العليا أرادت شيئان من هذا الموضوع: أشخاص ورجال قادرين على حمل السلاح لحماية الأرض والعرض، وشباب قادرين على بناء هذه الأرض من جديد. لذلك جاءت الفتوى كفائية على من لديه القدرة على حمل السلاح، والجزء الآخر لديه القدرة على من بماكنة إعلامية جيدة، خلينا نقول يوم تحفز الشعب العراقي وتلم شتات أمره، من أرادوا تفرقة العراق قسوا وهم كانوا الخاسرين. رسالة من برنامج الفرات داركم إلى السيد علي السيستاني دام ظله، نقول: سلوها فقد طافت عليها عوالم، أفهل وجدت للجوهر الفرد ثانية؟ وهل متناهي اللفظ يدفعه الثنى ليحمل معنى منك لا متناهيا؟ ولكنها الألفاظ مهما تناسقت إن لم توفي المدح عادت أهاجية. كملين ياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. تؤكد فيه المرجعية الدينية العليا دعمها وإسنادها لكم يا أبناءنا في القوات المسلحة، تحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر، وأن من يضحي، هذه الفقرة مهمة، وأن من يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون شهيدا إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، المطلوب أن يحث الأب ابنه، أن تحث الأم ابنها، أن تحث الزوجة زوجها على الصمود والثبات دفاعا عن حرمات هذا البلد ومواطنيه. خامسا، إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي، بمعنى أن من يتصدى له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته. احنا عشنا هاي الايام، عشنا فرحتها، عشنا هي هاي الدموع مو دموع حزن وانما دموع فرحه، فعلا ان ترتجف يعني يرتجف القلب ان انت اليوم تذكر بوجود هذه الفتوى. كانت مميزه جدا، لم تكن هذه الفتوى عباره عن فتوى اعتياديه وانما كانت هناك ارشادات ايضا للمقاتلين، تبنت المقاتلين ان يكون اليوم المقاتل شجاع ذو فراسه ذو عطف ذو حنان. ف يعني قد ما انت اليوم تريد تعبر عن هذه الفتوى وعن وجود المقاتلين والرحمه والخلود لارواحهم اللي زفت الى عليين قليله جدا. الصوره هي خير معبر، والفيديوهات اللي تناقلوها شبابنا وابطالنا خير دليل على انسانيتهم. نسمع كثير من القصص، وايضا لما شاهدنا ابن ابو تحسين ينقل عن ابو تحسين رحمه الله يقول الشخص اللي ما عنده سلاح كنت ما قتله، ان دل على شيء يدل على الاخلاقيات اللي تتمتع بها مقاتلينا وابطالنا، ودور المرجعيه الدينيه مو فقط فتوى وانتهى الموضوع، لا، انما هي فتوى وتوجيهات مستمره لرسم اخلاقيات. هذا ما
لما نقرأ بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحروب التي خاضها، لا تقطعوا شجرة، لا تحتدوا، هذه كلها توجيهات في سبيل أنه أنت جاي لغرض، كيف تتعامل حتى مع العدو. نعم، هذا الغرض هو من أجل الدفاع وليس من أجل الهجوم. نحن مدافعين عن الأرض والله ينصر المدافعين. فعلا لم تكن فتوى الجهاد الكفائي حصرا أو مقتصرة فقط على الرجال، وإنما برزت لجبهات القتال والسواتر نساء عظيمات، يعني فعلا سطرا معنى الشجاعة بحذافيرها. المرأة العراقية شجاعة لدرجة أنها دفعت بالزوج والابن والأخ وأعز ما تملك اللي هي روحها، دفعتها من أجل الحفاظ على هذا الأرض وعلى العرض أيضا بعد صدور الفتوى، فتوى الجهاد الكفائي. وبالتالي الفتوى عندما نسمعها فليحث الأب ابنه والزوجة زوجها. إن دل على شيء يدل على أنه حس مسؤولية في الأسرة، يجب أن تكون هذا الحس موجود في سبيل أنه الدفاع عن الوطن هو عقيدة، وبالتالي من الشهداء ومن العليين مثل ما يوصف القرآن الكريم. فمهم جدا اليوم مثل هذه المواقف أن تذكر في برامجنا، والمرجعية الدينية والدينية ودورها يجب أن يوثق حتى لا يسرق الغرض أو يسرق هذا الحدث. لماذا؟ لأن هنالك ماكينات إعلامية تروج وتريد أن تسرق هذا الجهد وهذا التعب وهذه الفتوى، لكن رغم كثرة الناس الخبيثة لكن الطيبين موجودين. الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بالتالي الماكينة الإعلامية لها سلاح ذو حدين، متى ما استخدمتها بشراسة وبذكاء كانت بالنسبة لك اليوم سلاح جدا ذكي. اليوم من الممكن أن أصدر ما جاءت به الفتوى، فتوى الجهاد الكفائي، بكل حذافيرها، بكل قصصها، بكل بطولات اليوم أبطالنا وجنودنا ومقاتلينا. لا تضيعون دماءهم هدر، خلوا صورهم موجودة اليوم بكل شارع، اكتبوا هذا الشارع باسم الشهيد الفلاني ليقدس هذا الاسم. هذا الاسم ضحى من أجلك أنت اليوم، من أجلي ومن أجل علي. اليوم أنا قاعدة بهذا المكان وأتصدر الإعلام والشاشات وأتصدر كثير من الأمور، ما كانت هذا التصدر خلينا نقول جاء هباء، وإنما جاء من بعد فتوى الجهاد الكفائي ومن بعد السيل كثير من الدماء من المقاتلين. فاصل نعم. ونواصل. يا بيت أهل البيت لا مو اسم جابك عين ومثل الشمس رديت، يا راس بالناس واللي تقوله قانون، يا ماي عباس نشف ماي العيون، يا شراعت فتوى العاصر غير النصر ما رديت، يا سيد علي السستان شفناك نوح وحوزتك مثل السفينة، يا ابو محمد رضا ولما لقيناك غصن زيتون رد الامل، اش ما ضاقت طيفتهم وتسهل صعبنا، شقرب لك يا ابونا الماي ينبرد قلبنا، سلام الله نعيش وياك واحنا بنص حربنا، ولو مطرد ظلام نشوف بعيونك دربنا، وها يا صوتنا العالي عراقي تشرفنا، فدينا الغالي للغالي خل حبك يكلفنا، ها يا صوتنا العالي عراقي تشرفنا، فدينا الغالي للغالي خل حبك يكلفنا، يا خيمة وتلمنا. العراق والفتوى هما العنوان، بهما استضاء الصيد والشجعان، سلام على الأرواح التي حلت من أجل الدفاع عن الوطن والمقدسات. اليوم البطولة ليس اقتصارا على الرجال، هنالك نساء ضحن عبر التاريخ، والتضحية في هذا في هذه الفتوى كثيرة. أمية وأم قصي فعلا، والكثير من النساء قد ما يعني نقدر أنه اليوم نستذكرها، لكن أمية يعني سطرت فعلا البطولة
خلينا نقول بعنوانها. من الجميل انه انا اسمع اليوم يقول أمية بمئة رجل، لا اليوم اقول أمية اليوم بمئة امرأة. هي امرأة جبارة قادت وقاتلت من أجل ناحية العالم واستشهدت بمكانها، لم تسلم الأرض ولم تسلم العرض ولم تسلم طفلا كان أم كبيرا أم شيخا. بالتالي الكثير من الرسائل والكثير من القصص كتبت بحق أمية آل جبارة. لنشاهد هذه القصة بعد كده نرجع لكم. ها أخوتي ها، ها يا أهل الغيرة ها، لما وقفت على الساتر قاتلت بعدال ألف زلمة. أنا شيخة وبنت الشيوخ تنخيت بخوتي وزوجي وبوي وكل عمامي وهلي، تنخيت برجال العراق وعلى حس الرصاص التمت رجال ورجعنا العدو مدحور مكسور. وليا يردون يولون الوطن نسوان وزلم فزعت. أنا الشيخة أمية بنت الشيخ جبارة، شيخة بنت شيوخ، ضحيت بحياتي حتى كلنا نعيش، حتى الوطن يبقى، البيت والشارع والمدينة من الدافع عليها بروح وحدة وإيد وحدة، بلادنا تعيش بأمان. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد مشاهدة هذا الفاصل وهذه الكلمات من أمية، فخر العراق وفخر الأمة الإسلامية التي ضحت وجاهدت وناصرت وحفزت الرجال من صد خطر الكثير الرجال. الكثير من الهجوم. يعني أنا اليوم ما أقدر أنه أنا أخذ مكان ابنها بالتحدث، لكن اليوم راح يكون الحديث بذو شجون. الشجون اليوم اللي احنا نقول انه كل ابن يحتاج الى وجود امه، لكن يحس بمفخره وعز من تكون هي امه كانت قائده جيش كبير وجلي بان تكون هي على الساتر وتستشهد. نرحب بضيف حلقتنا، يعني يجوز احسدك واتمنى انه انا اكون اليوم بمكانك. عمر حسين، عمر حسن آل جبارة، حياك الله، نورتنا في برنامج فرات داركم. سعيدين جدا اليوم بتواجدك ويانا لانه انت تنقل صوره حقيقيه. قد نسمع بالاعلام بعض الكلام عن اميه هذه البطله، لكن مو مثل ما نسمعها من ابنها. اليوم اذا ببساطه او مقدمه بسيطه تحكي لنا عن اميه. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ علي وست آمنة، حياكم الله. أنا سعيد جدا اليوم بالتواجد وياكم برنامجكم هذا قناة الفرات، ربي يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله ومن نجاح إلى نجاح. اليوم حلقاتكم هذه في نقل الحقيقة أو قصص الشهداء اللي ضحوا أثناء فترة داعش هي تعتبر إنجاز كبير لهذه القناة، فأنا أحييكم على هذا الشيء. حياكم، واجبنا هذا. أمية هي من مواليد 1974، أمية أحمد ناجي حسين الجبارة. في من عائلة آل جبارة، طبعا أخت ل14 أخ. أمية من هذه العائلة المهددة من قبل تنظيم القاعدة سابقا، عائلة ضحت في سبيل العراق في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات. أمية فقدت والدها في 2006 أثناء عودته من الحج، رجع جدي الشيخ ناجي جبارة كان رئيس مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، رجع من الحج خطفوا تنظيم القاعدة. بال 2007 استشهد أخوها بمنطقة الرقة أثناء القتال مع إصابات القاعدة. بال 2011 استشهد عمها عبد الله جبارة. فأمية من عائلة أغلبها شهداء. أمية كانت تقول نحن نحيا فوق الأرض كراما وتحت الأرض شهداء. الله، نعم. استشهدت أمية في 22 حزيران 2014. أمية كانت تعرف وتجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، قيادة جميع أنواع السيارات. بسبب أنه هاي العائلة مهددة فأنت لازم تكون محسب لكل الظروف ومستعد. نعم، أمية خريجة طبعا كلية القانون قسم الإعلام، كانت قبلت في كلية
هندسة الميكانيك، تركتها بسبب وفاة والدتها. أكملت بعدين دراستها في قسم القانون، تخرجت منه، شغلت منصب مستشار محافظ لشؤون المرأة والرعاية الاجتماعية، كانت صاحبة أول منظمة في صلاح الدين في 2005، رئيسة منظمة المرأة العراقية والعربية. أمية دائما كانت مع حقوق المرأة، أمية كانت كريمة وشجاعة إلى درجة فوق الخيال. أنا ما شفت لحد الآن ما شفت أشجع وأكرم من أمية. مع العلم كان يعني عمر آنذاك 14 سنة. تعلمت من أمية الكثير، كانت دائما تشجعني على التفوق والنجاح والكذا والدراسة. أمية كانت أغلب اللي يعني الوسائل الإعلام تناقلت ومواقع السوشيال ميديا تناقلت قصة حياة أمية قبل العفو بعد استشهادها. فأمية قبل استشهادها كان إلها مواقف، إلها أمية مثلت العراق في كثير من المحافل الدولية نعم خارج العراق. أمية كانت تمثل المرأة العربية بشكل مثالي جدا، وأحسن وأفضل وأمثل صورة المرأة العراقية العربية هي أمية، مو لكونها والدتي، لا ما شاهدت من خلاله، حسب ما شاهدته وحسب ما كل اللي موجودين يعرفون. طيب عمر، إذا من الممكن نبدأ في البداية تمام بالحصار اللي صار، دخول داعش أو قوات داعش الإرهابي محاصرة منطقة العلم، شنو اللي صار؟ أثناء سقوط الموصل أمية كانت على اطلاع بهذا الشيء، يعني أنه متابعة وسائل الإعلام وكذا، أنه شافت تنظيم داعش الإرهابي بدأ سقطة الموصل جايين باتجاه شنو؟ باتجاه صلاح الدين. طبعا حدود صلاح الدين الفجر أمية كان أدها سيارة عذاري حطت بيها السماعات مال الجامع، سدنا جامع قريب علينا، فحشدت المنطقة أنه أخوتي تعالوا اطلعوا، هذول داعش جايين كذا حتى يهاجمون منطقتنا، دافعوا عن الأرض والعرض والمقدسات، أريدكم كلكم توقفون بوجه هذا التنظيم، ما أريد أحد يتخاذل. هنا المنطقة كلها طلعت سوت سواتر، حشدت الرجال، وإذا جاء داعش انصدم باللي صار، وإذا ناحية صغيرون مثل ناحية العلم واقفة بوجه هذا التنظيم 14 يوم. أمية فترة الحصار انقطع طبعا كل شيء، الأرزاق الكذا، كانت هي مجبورة أنه تقدم أرزاق وعتاد لهذه الناحية لهذه الناحية بالتحديد، كانت هي المسؤولة عن هاي الناحية، هي المسؤولة عن كل روح موجودة بها. هي حتى كانت قصة بموضوع أنه يوم من كانت تريد تقدم توقع مؤونة لمنطقة معينة، فذهبت هي وشخص معها بالضبط، فكان أكو حديث، الحديث اللي دار بيناتهم أنه أمية طبعا كان الفجر كانت لا تميل ما تنام أبد، فسألت الشخص اللي وياها اللي واحد المقاتلين، قالت له انه هذا التنظيم جايين من اوروبا ومن اسيا ومن يعني اغلب دول العالم، هنا شي يريدون؟ هذا كان سؤالها. اي فقالها هو هم جايين عن غير عقيدتهم تقول هالشكل ويريدون شهاده؟ قالت له اجل احنا شقد الله يحبنا اذا جاب لنا الشهاده لبيوتنا. الله الله. أمية قالت ويعني ماتت وهي استشهدت وهي بس تقول بس ابيات شعريه ايضا قالتها، كانت عندها مقولة كم مقولة تقولهن انه من يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. هاي تبقى ترددها الهوسة معروفة. الهوسة اللي معروفة لها انه مالها الا اهلها، نموت وما يطبون. ابرز مقولة من مقولات امية في تلك الفترة انه هي داعش ما يفوت الا انا اول وحدة اشتغل على الساتر. امية في يوم من الايام انقطع التمويل من يعني الوقود، بنزين ماكو، فجت للمحطة رفضوا انه ينطون، دولة منطقة انه لا ما نقبل انه تفتح هذا المحطة او كذا او يصرف الوقود. فاكو صورة الأمية وقفت وشالت سلاح عليهم، فتحت المحطة وفولت عجلات المقاتلين، وهسه المحطة مسمية باسم محطة وقود الشهيدة أمية جبارة، موجودة عندنا بالعلم. أمية موجودة همات مدرسة بالعلم باسمها. طيب بالضبط احنا تكلمنا، سألتك عن بداية محاصرة داعش لناحية العلم،
لما حاصروها مثلا قطعوا الامدادات عنكم، شلون مثلا شلون تطلعون بضائعكم شلون تجي؟ اكيد لابد ما يكون قطع كامل، شلون تداركت الموضوع؟ قطع كامل كان يعني، بس الهواء لو مر من رب العالمين كان هم قطع يعني. الامور هاي كلها كانت تتكفل بيها اميه، هي عندها مسؤوليه على هاي المنطقه بدون انه انا اقول لفلان او علان. طبعا الدوله والمسؤولين اللي موجودين بصلاح الدين بديك الفتره كانت اميه على تواصل وياهم، انه احنا ها جايينكم، ها جايب لكم امدادات، ها جايب لكم ما ادري شنو، كل شيء ما شافت منهم. فمره احد الطرائف انه خابرتهم وين، قال خابرتهم انتم وين وكذا، وش جبتوا لنا؟ احنا نريد اعتاد، نريد سلاح، نريد كذا، نريد ارزاق. فقالوا لها انه احنا جايين بطر. قالت شنو جايين، حبيان؟ انتوا جايين حبي تهبون لهالدرجه يعني تاخرتوا علينا؟ ما قدمت الدوله اي شيء، كان تمويل الاعلام تمويل ذاتي وحكر على اميه انه هي كانت مطالبه توفر هذا الشيء كله. منين يعني حسبت محاصره، منين قدرت توفره؟ عندنا طرق من الممكن يعني ما يعرفونها داعش هيك شيء؟ من الممكن كوننا احنا ولد منطقه نعرف اكو طرق. اثنين اكو بعض الاماكن يعني عندنا بقت انه مثلا محلات واسواق وكذا وامور، كانت اميه تجي تعبل سيارات وتقول لهم هذا على حساب وتطلع. بنت رجال بعد شيخه، شيخه تعرف شلون تدبر امورها. بالتالي احنا نقول اليوم هي اول امراه تحصل على هويه الشيخه. نعم. اكو كثير من القصص اللي تم تصويرها، لكن الفرات يعني صورت قصه عن حياه اميه لقصص لمجموعه قصص قصص لجابر. نعم شفت كل هالسلسله، ممكن انه نتابع جزء من عندها من هذا العمل، واكيد بعدها ارجع وياك اريد اعرف الاحداث بعد الفتوى كيف كان تلبيتها. اعزائي المشاهدين نشاهد هذه الماده ونرجع بعد. انا الغالي للغالي خل حبك يكلفنا. أسأل نازحين لسه وصلوا، والشباب دا يتأكدون منهم. أوش. فلا تحسبوا أني نسيت وجوهكم، وبالروح منها ساكن لا يغادر، سأحضنكم من بعد موتي أمانيا، تهل على روحي بهن بشائر،
وأبعث كالناي الحزين بنغمة تحدث عن حزني فتروي الدفاتر. عمر، شنو إحساسك من شفت هذا المقطع وهذا التصوير؟ أغلب الأعمال الفنية اللي شفتها الأمية سواء كانت حقيقة من وحي الخيال، تعرف أنه أي قصة تتصور وكذا وتكون على شكل فيلم أو يكون الهدف منها هو جذب عواطف المشاهد. أنا هنا من شفتها أول مرة الحلقة من شفتها بكيت، لكن هل الحلقة هي تمثل أمية بشكل 100%؟ أكيد جانب درامي لازم يسر بها. بالضبط، جانب درامي وأمية واستذكار هو التخليد للمواقف واسم أمية يعني. بالتالي أكو كان أحد أبنائها كان يمها حاضر بتوديعها؟ كانت أختي يمامة حسن الجبارة. حضنت أمية كأنها هي كان هذا الحضن الأخير اللي ممكن البنت تحضر من والدتها، أنه قبل هذا التعرض بلحظات. كان الصباح الساعة تقريبا 9 الصبح، فجتي حضنتها لا على التعيين، بعدين طلعت صار أكو تعرض، احتاجوا بكيسيات ومقاتلين 3. راحت أمية وصلت، هم طبعا استهدفوها بشكل خاص عند وصول أمية، وصلت التاد والرجال وكذا، وقفت على الساتر، استهدفت بطلقة قناص وابل. كيف كان قتالها؟ شرس؟ مقاتل يعني بالضبط. ممكن تعادل كما يقال 100 رجل؟ أمية بمئة امرأة، ليش 100 رجل؟ أمية بمئة؟ 100 امرأة بمئة؟ نعم. يعني أنت تعارض من اليوم نقول أنه أمية كانت بمئة رجل؟ أمية خنساء العراق، سنت تماظر سنت أمية قضت حياتها أنه المرأة العراقية والعربية وشؤون المرأة والمرأة، ليش من تستشهدون أنا أقول بمئة رجل؟ زين، قتالها شلون عانوا من داعش الإرهابي؟ يعني قتالها أكيد هي بالهمة اللي أتها اليوم، المقاتل لما تنطيه الهمة والكلام والحافز ممكن يصير أشرس من المقاتل اللي ما عنده روح معنوية. بالضبط، فشلون كانت تنطيه الروح المعنوية للمقاتلين؟ الروح المعنوية للمقاتلين أن أنت تكون قائد تتحمل مسؤولية هذه المنطقة، أنت لازم تقدم شيء أكثر من اللي يقدمه المقاتل العادي، لازم تنطي خطط، تقدم إمداد ودعم، لازم أنت شو وقت ما يحتاجونك وشي يصير أنت يلقونك قدامهم ما يلقونك وراهم. صح. أمية دائما كانت قبلهم، وكانت دائما واقفة الأولى، وكانت دائما طالبة الشهادة وتريدها أول واحد. لذلك دائما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم، وكانت المرأة العظيمة اللي مثلت فعلا قوة 100 امرأة وكفت ووفت وخلي نقول برزت للقتال. تقول كانت المدللة مالتها القناص ولا شنو كانت الأسلحة اللي مدللة تقول لي تحضنها اللي كانت الأسلحة الشخصية مالتها شخصية. الأسلحة الشخصية هي مسدس HS ورشاش روسي أم السواجي، موجودات حتى الوقت الحاضر. طبعا بالحفل التأبيني مالتها راح يتم عرضها إن شاء الله في الفترة المقبلة، هي ذكرى استشهاد 22 حزيران 2023. الحديث يطول عنها، يعني قبل القليل ذكرت أنه كيف تلقت خبر الفتوى المرجعية الدينية العليا، أكو جهاد اسمه جهاد كفائي، وعلى كل شخص قادر على أحمل السلاح يجب أن يقف ضد العدو. كيف تلقت هذا الخبر؟ كيف تفاعلت وياه؟ كيف حشدت ناحية العالم؟ أمية قبل هذا الخبر هي واقفة عساتر، وبعد هذا الخبر؟ بعد هذا الخبر أمية استشهدت عساتر، فدت روحها لأجل العراق. صنت. ولولا هذه الفتوى اللي هي فتوى السيد علي السيستاني حفظه الله، ما أنا ما أتصور أنه العراق ممكن أنه يرجع أو يصمد أو كذا في وجه هذا التنظيم. فشكرا للمرجعية الدينية الرشيدة على هذه الفتوى ورصانة التفكير في مستقبل العراق والوطن. طيب، المواقف اللي ممكن سامحها أنت، أكو مواقف كثير تصير بالحرب من الممكن، شنو أكثر موقف تتذكره لأمية؟ شنو اللي صار أبرز شيء تتذكره؟ من أبرز مواقف أمية أنه مرة احتاجوا ثلج، ما كنت مو سألتني عن طريقة الإمدادات وكذا، فاحتاجوا ثلج، أنه المعمل كان في منطقة داعش، يعني هاي المنطقة محرمة أنه أنت ما تقدر تطوف،
موصي هي المقاتلين انه واحد يعبر. هنا راد الثلج الوقت حر وكذا، والمقاتلين واقفين بشموس يريدون مي بارد، يريدون لقمه ياكلونها، فعبرت هي وقتها. لا خافت جماعتها يضربونها لان هي موصي لحد يعبر، ولا خافت من داعش. فأمية كانت يعني عندها يعني الشهادة، كانت تريدها أن الجود بالنفس هو غاية الجود. أمية كريمة جدا، ما معقولة ما تفدي نفسها للعراق وراء كل هذا اللي قدمته. زين، ممكن أنه شوي ندخل بتفاصيل مهمة. يعني أنا اليوم من ابن أمية موجود بيسود الفرات داركم، أكو كثير من الرسائل اللي هي أمية كانت محاربة ومقاتلة خارج البيت وكانت أم داخل البيت، كيف كان التعامل؟ كيف كانت تتعامل وياكم؟ اكو حدث معين انطاك درس واللي حد انت اليوم تتذكره؟ بالضبط، أمية كانت اعظم ام انا شفتها بحياتي. يعني عظيمه لدرجه، كانت ام مثاليه. كانت تثني علي اذا اني نصحت او نجحت او سويت شيء ايجابي. تزعل مني شو ما نقول احنا بالآمية ترزني اذا اني غلطت او سويت تصرف خاطئ. بس مرة انت ما غلطت لكن وجهت لك كلام. مرة من المرات انه اني كنت اتكلم ويا خالي احكي وياه، فحكيت حكي اني ما افهمه لكن ما بي غلط، انه انت اذا احكي لك ممكن تفهمين معناه غير شيء، لكن انا قصدي انه نسمع عادي. فهنا أمية دارت علي قالت عمر، أنا أعرفها هي من تعصب وكذا حازمة جدا إلى درجة، عمر أنا هنا بس صفنت بوات لها أي أمه. قالت أوصيك. قالت الكلام توزن قبل لا تقوله. أنا طفل عمري 9 سنين، شنو الكلام أوزن قبل لا أقوله؟ شنو معناته؟ ما قلت لها؟ صفنت بيها للأمانة. بعد فترة أنه جيت فترة من التفكير وكذا وما أدري إيه، أنه سألتها قلت لها يعني شلون؟ فقعدت تشرح لي أنه أنت من تقعد بمكان، أنت كذا، أنت من تحكي كلمة أوزنها أعرف معناها بالضبط، حتى أنت بالوقت ما تعاني من مشاكل من سوء الفهم والنية السيئة تجاه الأشخاص، حتى ما حد يأخذ كلامك هذا بغير أمر. أنت من تقعد بفلان مكان احكي عدل، لا تستهدف بالضبط. فكانت دائما توصيني، كانت دائما تشجع على التربية العربية والأصالة، لذلك كنا دائما عائلة نحب الخيول، نحب يعني شو ما تقولين الزي العربي الأمور هذه. أمية ما تخلت عن زيها العربي من طلعت كل بلدان العالم سرتها. أمية على فكرة، أمية أكو أغنية فرنسية باللغة الفرنسية سوتها فرنسا الأمية بعد استشهادها، اللي هي سخرت وخلدت بطولة أمية باللغة الفرنسية. أمية هي أول امرأة تقود سيارة في ناحية العلم اللي هي مكان عشائري وكذا، تعرفين المنطقة العشائرية بها طبعا إلها محدودية بالضبط. فأمية أول امرأة تملك سيارة وكذا وتقود بهاي المنطقة، هذا إنجاز. مو بس أول امرأة عربية، ما كانت امرأة عادية هي. شخصيتها بالضبط. شخصية قائد، وشخصية القائد ما تجي، لازم تجي بالفطرة، إنسان هو شخصيته شخصية قائد. فنتحدث أكثر على هذا الموضوع، لكن كما هناك عمر أعزائي المشاهدين ننتقل إلى هذا الفاصل، متواصلين بعد.
إذا عدنا لكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، وأكيد الحديث يطول عن أمية مع ابنها إن شاء الله، وأنت الابن الأكبر لأمية. كثير من الحوادث وكثير من الذكريات. قبل ما أنه ندخل بتفاصيل استشهادها، أكو ذكرت أحد أصدقائك أو أحد الشعراء كتب أبيات شعرية عن أمية واعتزل الشعر. عبد الله القرطاني، نعم صديقي. كتب عبد الله كتب هذه القصيدة، كتبت في وقتها على لسان خنساء القرن 21 الشهيدة أمية الإجبارة. قبل استشهادها فكان بلسان حالها تقول: اختضت والزلم تشلبت بالغربال. اختضت؟ اختضت والزلم تشلبت بالغربال، بوقت بيه المواقف بالفشق تنقال. وقفت على السواتر انا والمفروض الزلم توقف، وانا البس رب جال. مو قلة زلم بس انا بنت شيوخ، انا بوقت المزامط اسوى 10 رجال. بنت ناجي، بنت ناجي واخو عبد الله زحمه وعيب، عيب بلا شهيد على الجنازه انشال. انا البيكيسي بنت البرنه واخت الصيد. ونعم والله وداريهن كنت مثل التدار اطفال. انا البدله تعطرها بريحه البارود، انا التهوى العيار وتكره المثقال، انا العافه الجنطه وكشخه الحلوات، وشالت عالكتف من السلاح اشكال. طرزت الهدم مو نقشه لا طلقات، طرزت الهدم، طرزت الهدم مو نقشه لا طلقات، وصار براسي خوذا من العزيمه الشال. اسمعوا يا الربع قلوا له للتاريخ اميه ناجي دزت للنذل مرسال. افا اشتم الهوى وقاع العلم تنداس، افا اشتم الهوى وقاع العلم تنداس، اذا ما موت ما تدخل شبر الانذار. واستشهدت اميه رحمه الله، واتى التاريخ ليقيدها فوقف على قبرها قائلا: احسبنك على اليمن زلمه عن نسوان، احسبنك على اليمن، احسبنك على اليمن زلمه عن نسوان. مرض وصف الزلم انت نوصف تشيله. انت اول مره ما خافت من الموت، انت اول مره ما خافت من الموت، بكى عليك الوقت حد ما تعب حيله. ايش اكتب ام عمر ام شرف هاي القاع، الوطن محتاج ايش بالك ترجعي. الله الله صح دنست، رحمه الله خلود لروحها الطاهره ان شاء الله جميع الشهداء. تعجز حقيقه ونعجز عن الوصف. هذه المواقف هي تلامس مشاعر كل انسان سوي، كانه الانسان هو صاحب موقف. يقول لك عند تهزم الاحوال تظهر مواقف الرجال، والمواقف هي تمثل الانسان وكينونته. فالحمد لله والشكر. شلون تلقيت خبر وفاه اميه؟ تلقيته على مرحلتين، اللي هي تصرقهم غريب، انه الو السلام عليكم، عائلة الشيخة أمية، الشيخة أمية تصوبت. فأنا هنا يعني ما أعرف شو أسوي، قلت له منو قال لك وكذا، وصيحت علي وتعاركت وياه وسديت التليفون. بعد شوية اتصل خالي معد ناجي الإجبارة، كان موجود في حينها، وقال إنه أمية استشهدت، أعطتكم عمرها وكذا، و نسأل الله أن يجعلها مع الشهداء والصديقين. وإحنا ما راح نكل ولا نمل في الدفاع عن هذا البلد، عن هذه المنطقة. الجو العائلي شلون كان يعني لما سمعتوا الخبر؟ الجو العائلي متوتر، كون أنه أنت تخسر هيك خسارة بعمر وأنت ما خسران به كل شيء، صعبة. أو بالأحرى ما قلت ليش ما رحتي؟ مشان مكانك أنت ببيتك تربينا، ما احنا صغار، ما فضفضت على نفسك، ما كبيرك عمره 14 سنة، ما انت عفتي صغار، عفتي ثلاثة برقبتي، وعافت ثلاثة برقبتك. بالضبط، قلت لك انه أمية كريمة، وجود بالنفس هو غاية الجود. لا انا اريد مشاعرك، مشاعري اني، مشاعري اني بذاك الوقت. شنو سويت؟ بكيت، بكيت لدرجة اني ما باكي بحياتي، واول كلمة قلتها انه الحمد لله ان رب العالمين اخذها شهيده ان شاء الله مع الشهداء والصديقين والنبيين بالفردوس الاعلى. وكنت احاول اواسي نفسي باي طريقه هذه الكلمات، انه اني اذكر رب العالمين دائما، انه لكن ايش قد ما احاول الموقف صعب. بس انت عن اللي دريت بيه انه انت عاتبتها هواي، عاتبتها بيني وبينها، قعدت بعد بكيت هواي. طبعا من بعد الفتوى تشكلت قوة الشهيدة أمية الإجبارة. ليش غيرت الموضوع؟ ليش خنقتك العبرة؟
ليش؟ ما احنا كنا نريد امهاتنا يمنا. حتى انا اريد امي يمي، لكن ليس كل ما يريد المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. شو اسوي؟ من تشتاق لها وين تروح؟ من اشتاق لها اروح لها على المقبره باي وقت انا اشتاق لها به، ما عندي وقت معين اروح به خلاص. يعني احنا صراحة ما نريد دموعك غالية علينا، احنا ما نريد نستهدف هذا الشيء. يعني حقيقة إذا أنت كان حلمك تتخرج من السادس، تتخرج من السادس كانت هذا حلم لك. كان حلمها هي. وحلمها هي. إنه أني أصير أتخرج من السادس وأصير مهندس وكذا، قالت إنه أنت عمر تروح تتخرج ولا أمير وباكر تستلم راتب وتقوم تصرف علي. قلت لها صح. من نجحت بس قلت لها انا خاف انه انا باكر راتبي دوب يكفيني، فضحكت انا. الشهاده من اخذتها رحت لها؟ انا حكيت وياها؟ من اخذت الشهاده رحت لها وحكيت وياها، طبعا رحت وحدي. قلت لها انه يمه تريدي صار وانا تخرجت وكذا مقبل على مرحله دراسيه جديده، راح اروح الجامعه وما اعرف حاليا، مستقبل مجهول، ايش راح ادرس ايش راح اسوي ما ادري. اكو مواقف كثيرة عمر يتحاشى انه يذكرها، لكن اللي عرفتها من عمر انه يقول كل ما اشتاق اروح لها واحب من اروح للمقبرة اكون وحدي يعني موجود، ما احب انه شخص موجود حوالي ويسمع العتاب او يسمع السوالف اللي انا يقول انه انا ما اعرف انه هي تسمعني او ما تسمعني، لكن انا اللي بقلبي اريده اقول لي هي. وصلت الى نقطة كلش يعني حبيت انه امي فعلا تكون يمي موجوده بالضبط. اللي هي من خلصت الكليه وحبيت انه اني اخطب، هنا كان الفيصل يعني خلينا نقول المفارقه او العتب هنا كان كلش كبير. انه اي شخص يعني ينوي على هيك مشروع لازم يروح يحكي ويا امه على الاقل. فاني باوعت صفنت اني عندي يعني أقاربي وكذا وكلهم يحبوني ويحترموني، علاقتي بهم قوية إلى درجة، لكن ما شفت إنه أحد يقدر ياخذ مكان أمي. فجيت على السيد الوالد جينا أنا وياه وقلت له إنه هذا الموضوع المفروض الواحد يحكي به ويا أمه وياه، لكن أنت اليوم رب العالمين وضعك تحت مسؤولية إنه أنت تكون لي أم وأب، أنت لازم تتحمل هذه المسؤولية اللي على عاتقك. وأنت من كذلك فخر لكل عائلة إنه تنازبها، وأنت بطل ورجل شجاع، وحقيقة أنا أعرف جدا إنه أنت ماسكت يعني مشاعرك بصعوبة جدا، لكن هي هاي بعد احنا صفات الرجال، دمعة الرجال عزيزة يعني ما يقدر. نعم. فانت بطل، انت فخرنا اليوم حقيقة، وهذه المواقف هي تخلد. احنا ليش نوجه مثل هذه المواضيع دائما تستذكر حتى ما تنسي؟ بالضبط. هذه المواقف هي يجب ان تخلد في التاريخ، اليوم كتب التاريخ لازم ان تكتب، وتكتب من خلال ابطالها، وأمية من الابطال ومن الشجعان اللي قدموا التضحية إلى هذه الفترة. وبالتالي كتابة التاريخ صعب جدا، وأنت اليوم عليك مسؤولية كلش كبيرة، لأن ما من الممكن أي شخص اليوم يكتب سيرة أمية غير عمر، يعني عمر عاش وياها، يعرف شو تحب سوت، شو اللي قتال اللي قاتلته أخوتها اللي 14. أنا أتوقع أنه وجود الأخوة 14 كان لهم دور كبير بتهيئة هذه المرأة، يعني من الممكن يعني ماكو وجه مقارنة أو مقاربة، لكن ممكن أنه نتذكر واقعة الطف. زينب سلام الله عليها كانت بنفس الموقف، أبا الفضل والمام الحسين عليه السلام. فالأخ يعني خلينا نقول إلى تأثير جدا مهم وقوي. أنا أتمنى أنه أنا أكون بمكانك، أتمنى أنه أنا أحس بإحساس الفخر والشجاعة والصح. أكو حزن، أنا قلت لك قبل ما ندخل الاستوديو انت شامخ ويا قبل ما يهزك ريح، لكن اكو بداخلك عواصف وعواطف يعني يجوز اذا ندخل بمجراها ما من الممكن ان نطلع. لان ذكرت انه اني جتني ايام وليالي بكيت، يعني وصلت الى مرحله ما من الممكن بعد اكو دمعه انه تنزل من عيني. وعمر هو من الصابرين، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الرسالة يعني أخيرة لازم نسمعها من عمر، شنو توجهها إلى أميمة إلى الناس، شنو تحب توجهها؟ هي تسمعك، شو تقول لها؟ إلى أمية أقولها أنه أنت رفعت رؤوسنا في زمن كثر فيه التخاذل، و
كثر فيه الخيانة تجاه الأرض وتجاه الوطن والمقدسات. اليوم أني أقدر أروح لأي مكان يعجبني بالعراق بفضل هذا الشيء، بفضل هذا الاسم اللي أني هو أمية. أمية لها فضل مو بس عليه، لها فضل على العراق بشكل عام، أنه قوة اللحمة الوطنية، خاصة أنه بعد الفتوى المرجعية الرشيدة، فتوى السيد علي السيستاني كالدفاع عن الأرض والأرض والمقدسات. اليوم العلاقات اللي مثل ما تقول بالغربية والوسط والجنوب، العراق بدأ يتوحد، بدأ أنه يفهم الشعب أنه إحنا كنا أخوة عايشين في وطن واحد، كنا عراقيين، بعيدا عن أنه أنا فلان عشيرة، أنا فلان منطقة، أنا فلان كذا. فأمية قوت هذه اللحمة الوطنية. أمية دمتي فخرنا، أحسنت، وهنيئا للعراق دخولها هكذا امرأة في تاريخ. نعم نعم عمر. أعزائي المشاهدين، الأعداء أرادوا للعراق التفرقة وأيضا الاقتتال الداخلي والطائفي، لكن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. اليوم كل الناس هم أخوة، كل إنسان هم أحبة، لكن مثل هذه المواقف هي من تزرع اللحمة الوطنية وتقوي الأواصر ما بين المجتمع العراقي. بالتالي كانت فتوى المرجعية الدينية العليا هي فعلا صمام الأمان، وكما ذكرت في بداية الحلقة أنها هزت عروش الطغاة، هزت عرش كل من أراد للعراق أن ينمحي فنمحوهم. فبالتالي المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف تبقى هي صمام الأمان، وأيضا خلينا نقول قلب لكل من يريد أن يحتويه بحضن بحنان. وبالتالي شاهدنا الكل من كل بلدان العالم التجأت إلى المرجعية الدينية العليا، إلى النجف الأشرف بالتحديد، إلى ذلك البيت الصغير، إلى ذلك البيت المتواضع الذي أعطى الرسالة الواضحة للعراقيين أجمع. نعم أعزائي المشاهدين، عمر شكرا جزيلا لك، ابن الشهيدة أمية زبارة حياك الله، نورتنا، سعيدين جدا بتواجدك في برنامج فراقكم. وبطل بطل بطل مو أسعد من اليوم بتواجدي وياكم وهاي الوجوه الطيبة. ربي يحفظكم إن شاء الله ويخليكم، وإن شاء الله أشوفكم من نجاح إلى نجاح. إذا زرتها سلمني عليها. زين ليش ما زورينها في والله يا عاد تجيني تأخذني ونروح؟ حياك الله، أنا ما عندي مشكلة، بس أأمنك أمانة. أي. إذا رحت لها سلمني عليها سلمات عليها أصلا إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. في أمان الله وحفظه.